نستهل جولتنا بعرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة نهاية هذا الأسبوع. في عددها الصادر اليوم، كشفت يومية أخبار اليوم بأن انتشار فيروس كورونا أثر على برنامج عمل اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي التي يرأسها شكيب بن موسى لأسابيع، لكنها عملت على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها حالة الطوارئ، وذلك من خلال إطلاق استشارة في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن باب المشاركة في الاستشارة افتتح ابتداء من 2 أبريل الجاري في وجه تلميذات وتلاميذ الجدع مشترك بالثانويات التأهيلية العمومية والخصوصية. يقوم خلالها كل مشارك بتحرير موضوع يتضمن تصوره لمغرب الغد باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو بلغة أجنبية. من جهتها، نقلت يومية المساء عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار تأكيدها بأن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد لا سيما الخضر والفواكه والدجاج الحي عرفت منحى تنازليا خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم. ووفق الصحراء المغربية، فقد أعلنت إدارة القوات المساعدة عن مساهمة جميع مكونات القوات المساعدة بمبلغ 30 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الإرادة الملكية السامية وترسيخا للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة تحمل الجميع بصفة تضامنية للتكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تعرفها البلاد. يومية الأحداث المغربية من جانبها كتبت أن رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طالب بضرورة تقليص ميزانية البرلمان وتحويل الاعتمادات المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء والتنقل والميزانية المخصصة للدبلوماسية الموازية إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا إلى غاية خروج المغرب من هذه الجائحة. أما يومية العالم فقد نقلت عن مصادر عليمة أن شركتين في قطاع النسيج بالمغرب معتمدتين من طرف المعهد المغربي للتقييس شرعتا في صناعة الأقنعة الواقية من الإصابة بفيروس كورونا. في نفس الوقت تنسق هاتان الشركتان مع 8 شركات أخرى لخوض هذه التجربة، وتنتظر جميع هذه الشركات التصديق من القطاع الحكومي المعني لإنتاج 80 مليون واحدة. أما يومية لوماتر فقد نقلت عن يومية بريميسيا دياريو الكولومبية في مقال خصصته للتدابير التي اتخذتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، أن صحة المغاربة هي أولوية بالنسبة لجلالة الملك. وأضافت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشرف على كل الإجراءات المتخذة لحماية المغاربة بجعل ذلك أولوية في مكافحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه بمجرد ظهور أولى حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة أقدم المغرب على اتخاذ سلسلة من التدابير لوقف انتشار الفيروس، في حين تأخر الدول المتأثرة بشدة في اتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من العدوى.